وماتوا بنا حطونا حريه وبابنينا. الناس هادو مع هاد الشركه هادي كاينه معاناه كثيره مع هاد الشركه هادي، ما التزمت معنا بحتى شي اتفاق اتفقنا عليه، ما التزمت به. الان حنا هنا معتصمون، وكيف ما قلنا ديك الخطره قلنا راه حنا محاصرينو هنايا وما غاديش يخرج، وخرج بواحد الطريقه نقدروا بدون ما نعبر عليها كيفاش دايره. الان تنقولوا حنا راه ما غاديش نتحاوروا معاه، هذا خافير ماركيز ما غاديش نتحاوروا معاه. حاصرناه، شاف حتى عيا نقز من 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 الصور من هذيك البلاصه راه فينا هي. معليش، اما دابا راه حنا تنقولوا راه ما غاديش نتحاوروا مع هذا السيد هذا، لانه غير مسؤول. ما فهمتش واش ما تعتبرناش حنا كمغاربه، ولا ما تعتبرش لا سلطات ولا تي شي حاجه. واش الاتفاق اتفقنا معاه عند السلطات، عند السيد الباشا، بحضور رئيس المنطقه، بحضور المدير الجهوي للشغل، بحضور مفتي الشغل، بحضور السيد رئيس المجلس البلدي، بواحد مجموعه ديال الناس، حتى حد ما دار ليه قيمه، حتى حد. راه ما شاء الله وصافي. راه لو كانت شركه مغربيه في اسبانيا راه ما نقدر، لا اعتقد انها تتجاوز الحدود ديالها. هذا راه تجاوز حدودات، هذا راه تيطرى مع كما تنقولوا السياده الوطنيه تيمسها. وانا كمغربي راه ما يمكنش لي انني نسكت على هاد على هاد على هاد المساس هذا. الى متى هاد الاعتصام؟ الساكنه دابا الى اي شاء الله؟ لا طلبه لا مواطن ما بقاوش طوبيس في الدوله. احنا واخدين شعار راه فينا هو، نحن ها هنا معتصمون حتى تحقيق المطالب، هذا هو شعارنا. لان ما يمكنناش نستمروا حنا هاد المشاكل ديال هاد فيكتاليا، ولا سارحنا في الدم، ولا سارحنا في الدم، تنفقوا بفيكتاليا وتنعسوا فيها. كنا خدامين مع الوكاله، تنجيو تنخدموا 8 ديال السوايع ديالنا، تتمشي تتنسى الخدمه. ودابا حنا ولينا النهار كامل 24 ساعه على 24 ساعه وحنايا فيكتاليا، دارت فيكتاليا، دار لينا فعل لينا، دار هذا القرار، خدا هذا القرار. او مالو، اش بيكون كاع هو بسلامه والعافيه في ملك الله. حنا في حوار مع رئيس الجماعه بعظمة اللسان ديالو، تيقول لينا انا هو المسؤول الاول عليكم، راه حتى لا طعاصات لكم، راه انا اللي غادي نحل هذا المشكل. لكن لحد الساعه انا رئيس الجماعه ما تنقولش بالازمه. وصلنا دابا الازمه، المواطن كما قلت لك راه ما لقاش مواطن ولا طالب طوبيس فينا يركب اليوم، راه شلل تام بطبيعه الحال. خصو يدخل حتى حنا راه تنطالبوا يدخل، تنطالبوا المسؤولين ديال البلاد يدخلوا، تنطالبوا المسؤولين من وزاره الداخليه يجيو يدخلوا. احنا لحد الساعه الزياده نتيجه الحوار الاجتماعي ما تعطاتش، ارزعطاتها العمال ديالها. وهذا تيقول لك لا، خصكم تجيبوا لي ورقه من وزاره الداخليه، لان هذا السيد حنا العنصريه قهراتنا، حسينا بها. تسيير ما هو تسيير، كل نهار خارجين بروغرام ديال الخدمه، تكون انت اليوم جاي في وقتك غتلقى واحد الوقت. السيد ما عندوش، ما بحال ما فهمنا حنا والو، شي فهمنا تعيينه ما فهمنا مع والو. هذا السيد دابا حنا العمال كاملين كيطالبوا الملف المطلبي الاول والاخير هو خافيير يرحل. حنا الاعتصام يبقى سيمانه 15 يوم، حنا باقي معتصمين، وكنتاسفوا للسكينه ديال مدينه اسفي على هاد المشاكل، لانهم حتى هما عارفين المشاكل ديالنا، وحنا حتى حنا معاهم، لان هاد الشركه هادي خرقت القانون، ماشي خرقت القانون، بزاف 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 درتوه الشركه. حنا كنطالبوا من جهه المسؤولين انهم يدخلوا في اقرب وقت قبل ان تقع الكارثه. راه حنا العمار راه تنقول لك راه في حاله لا يرثى لها، وحنا راه كنطالبوا ما بقاش بغينا نخدموا مع هاد الشركه. يهز كيرانو يديه في حالاته، هاد الكيران ديالو يهزهم يديه في حالاته. حنا كنا كنتمنوا من الخير هاد الشركه انها تجي وتعطينا واحد الوعود وتعطينا ونزيدوا مع القدام، اذا بما كنلقاو حتى شي حاجه. راه ما كاين حتى شي حاجه من هاد الشيء. وخاصني نضل تما حيت عطينا غير 4 مرات الحق باش نمشيو، واش فهمتي؟ وحنا راه الطوبيس كيساعدنا، حيت الطوبيس من ناحيه الثمن، من ناحيه الطاكسي غالي، يعني باش نمشي من تما لهذا راه خاصني على الاقل 25 درهم. الطوبيس اليوم ديجا مع كورونا يعني كيهزوا عدد قليل، يعني خاصهم يزيدوا حتى في الطوبيسات، يزيدوا في الشاحنات ويزيدوا في الشوافريه باش حنا نقدروا نمشيو لمدرستنا في الوقت، حيت الدراري ديما خاصنا كنوصلوا معطلين.
الخبيثات هي